النهاردة بيناقش موضوع مهم جدا، وموضوع التكبير الإداري. زي ما كلنا عارفين ان في ثلاث محاور للتدبير: التدبير الروحي، التدبير الرعوي، التدبير الإداري. فالحقيقة التدبير الإداري ده مهم جدا. طبعا الكنيسة بتدار بالروح القدس ولكن في حاجات مبقاش الواحد متخصص فيها، فمش عيب ان الواحد يستعين بمتخصصين فيها. يعني مثلا حسابات يعرفها واحد شاطر في الحسابات، مباني يعرفها واحد بتاع مباني، تصريح يطلعها واحد متخصص. فازاي الليدر الكبير يستعين بالناس اللي تحتيه بحيث ان هو يفعل الكوادر بمواهبها، بحيث العمل كله في الاخر يطلع كمنظومة جميلة. عايز اقول هناك إنجازات إدارية كثيرة جدا ورعوية كثيرة جدا قدس البابا تبادروس الثاني، أهمها تأسيس هذا المعهد. أضاف فكر علمي قوي جدا، اثنين وحد الفكر وأضاف خبرات للكنيسة كلها، بحيث في النهاية هي كنيسة واحدة بفكر واحد بمنظومة إدارية واحدة. حقيقة كلنا حسينا أن في نوع من التجديد في التفكير، والواحد ممكن يحط خطة لتحسين أدائه في إدارة الإبرشية وقيادة الناس، ويبقى إزاي يكون العمل جماعي بطريقة حقيقية، وفي أدوات بين إيديه يستغلها كويس بدل ما كنت تبقى حاجات كتيرة مهدرة.